تو الموند، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في حال ديما. اليوم ان شاء الله ودائما في اطار تحضيرات شهر رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا، وفي اطار المملحات بما ان بزاف منكم طلبتوا مني وصفات اخرى ديال المملحات بحشوات مبتكره، بحشوات مختلفه على الحشوات اللي معروفين. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المملحه اللي كتجي رائعه، وصفه من ابتكاري وحصريا على قناتي شهد المخزن. وصفه اليوم ان شاء الله هي بسيطلات الخميسه. بسيطلات كيجي الشكل ديالهم على شكل خميسه، كي كتشوفوا في لا فيديو كيجيو بسيطلات فرديين صغار بشكل الخميسه المغربي الاصيل والغزال، وتيجي المنظر ديالهم رائع، شي حاجه اللي غزاله لسهراتكم الرمضانيه، للمائده الرمضانيه ديالكم في الفطور. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيديروا لي كوموند وكتخدموا طلبيات، فكونوا على يقين هاد البسيطلات هادو كليانكم نهار يدوقوهم غيكثر عليهم الطلب، لا سواء على الشكل الزوين ديالهم كفكره اننا نديروا ميني بسيطلات على شكل خميسه، ولا كذلك حتى الحشوة اللي معمرين بها حشوة مبتكرة غزالة جديدة بعيدا كل البعد على الوصفات العادية المبتذلة واللي منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. وصفت اليوم إن شاء الله جد مميزة، مقرمشة معلكة وبنينة كتحمق، سمعوا لي تقرمشة. بسيط لا تقدموهم في موائدكم الرمضانية بتحمير الوجه رائعين، مقرمشين ومقرملين ومخشخشين من برا ومن الداخل معلكين بحشوة اللي كتجي من داك الشرفيع، حشوة بنينة بزاف كتحمق غزالة غزالة. الشكل ديالهم راه كيجي كيحمق البنات، شوفوا لي كتيجيو على شكل خميسات رائعين بامتياز، تحشمو تاكلوهم بكثرت ما كيجيو زوينين، والمنظر ديالهم غزال. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوف المكونات وطريقه تحضير بسيطلات الخميسه. اول مرحله في تحضير هذا الشيء هي الخدمه ديال الحشوه. بالنسبه للحشوه فغادي نحتاج عندي هنا قياس واحد 320 غرام حتى 350 غرام ديال الفقاع اولا لي شامبينيون دو باري، الفطر الماكول موجود في الاسواق التجاريه عند خضاره فين ما مشيتو كاين الثمن ديالو جد مناسب. ف خديتو حيدت له هاد الرجل اللي كتكون هنا وغادي نبدا نقي فيه هكذا، نحيد له هاد القشره هادي. سبق لي وشاركت معكم طريقه التنقيه ديال الفطر اولا لي شامبينيون، الله يعطيكم ستر. شامبينيون ما كيتغسلش بالماء لانه هو القوام ديالو اسفنجي، ملي كديروه في الماء كيشرب الماء بحال شي بونجا، وملي كتخدموا به في شي طبق تيولي الطبق كله مياه كيطلق فيه الماء لانكم غسلتوه، فانتوما كتنقيوه غير هكذا وكيتنقى كتحيدوا له القشور ديالو. من بعد ما نقيت لي شامبينيون قرطتهم هكذا اولا قطعتهم، وغادي نديرهم سواء كديرهم في طحانه اولا في روبو، وغادي نطحنهم واحد شويه باش ما يبقاوش هكذا غلط. طحنتو بهذا الشكل كتشوفوا انني ما طحنتوش بزاف كاع، هرمشتو بشكل متوسط. غادي نخليها على جنب وندوز باش نصوب التتبيله اولا الشرموله فاش غادي نشرمل هاد المكونات. معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون، نص معلقه صغيره ديال البزار، كديروا بزار بيض اولا كحل ماشي مشكل، خمسة دروس ديال الثومه مدقوقين اولا محكوكين، هنا عندي معلقه صغيره ديال عجين تدم غزال. سبقني وشاركت معكم هاد العجينه هادي في القناه، بغيتو تشوفوا طريقه التحضير ديالها كتدخلوا اليوتيوب وكتكتبوا عجين تدم غزال اولا عجينه تدم غزال شي هو الدار المخزن غيطلع عليكم الفيديو الا بغيتو تصاوبوها. صوبتوها وكانت عندكم خدموا بها كتعطي لون ونكهه ومذاق غزالي، ما كانتش عندكم تقدروا تستغناو عليها غادي نقول لكم باش تقدروا تعوضوها. معلقه صغيره ديال بابريكا فومي اولا الفلفله حمراء فومي موجوده عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، اللي قلتوا ليه الناس اللي كتعاملوا معاهم كتشريو من عندهم داكشي اللي كيخصكم ديال الحلويات والماتيريال، اللي سولتو على الفلفله اولا التحميره الفلفله حمراء اولا التحميره فومي اولا مدخنه، راه كاينه بابريكا فومي اولا الفلفله حمراء مدخنه كتباع معلقه صغيره، ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها غير هي راه الا كانت كتعطي مذاق غزال.
هنا عندي معلقه صغيره ديال القشور ديال الكروفيت مطحونين، حتى هما كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات موجودين. اللي قلتوا ليه القشور ديال الكروفيت مطحونين على شكل بودر غادي تلقاوهم عندهم. هنا عندي معلقه صغيره ديال توابل الدخان او لا لي زيبيس فومي، هذه خلطه ديال التوابل كتباع كتكون بالنكهه ديال الدخان، حتى هي كناخذها من عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. ما كانتش عندكم تقدروا تعوضوها بمعلقه صغيره ديال التتبيله ديال الحوت او لا القوام ديال الحوت، ديك التتبيله ديال الحوت اللي كتباع مقاده مصوبه حتى هي كيبيعوها الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، تقدروا تعوضوها بها. وهنا عندي معلقه صغيره ديال الثومه بودر او لا الثومه ميبسه ومطحونه على شكل بودر، حتى هي كتباع. معلقه صغيره ديال الفلفل الحمراء عاديه، ومعلقه صغيره ممسوحه ديال الكمون بلدي مطحون. الناس اللي ما عندهمش كما قلت العجين تدم غزال او لا ما توفرتش لكم، فعوض انكم ديروا معلقه صغيره ديال الفلفل الحمراء كديروا جوج معلقات صغار ديال الفلفل الحمراء. هذا بالنسبه اللي ما عندوش دم غزال او لا ما صوبهاش، الا عندكم كما قلت راه كتزيد لون ومذاق ونكهه احسن. شويه ديال الزيت البلديه، قشره ديال نص حامضه محكوكه، عصير ديال نص حامضه. عندي هنايا طريف ديال سكنجبير غادي نحكو في الحكاكه الرقيقه، قياس واحد معلقه صغيره ديال سكنجبير طري محكوك. ما عندكم سكنجبير طري تقدروا ديروا واحد معلقه صغيره ممسوحه ديال سكنجبير العادي اللي كيكون يابس، غير هو الطري كيعطي واحد المذاق مميز. وغادي نزيد عندي هنايا قياس 3 المعالق كبار عامرين ديال قزبر ومعدنوس مقطع رقيق وشويه ديال الملحه، كديروا الملحه قياسكم ديال الملحه. غادي نحرك هاد الشرموله، نزيد عليها واحد شويه ديال الماء باش تطلق حيت خاطره، غير شويه ديال الماء باش نطلقها ونحرك. في مقله غادي نحتاج هنا عندي قياس 250 غرام ديال القمرون اولا لي كروفيت منقيين مقشرين ومقطعين هكذا مربعات صغيره، نزيد عليهم شويه من الشرموله وشويه ديال الزيت البلديه. قيس واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت فاش غادي نشحر. غادي ناخذ هاد المكونات غادي نشحرهم على عافيه تكون مجهده، غادي نجهد العافيه باش القمرون او الكروفيت يخرج كاع داك الماء ودوك السوائل اللي فيه ويطبلوكا. صلعن بي شحرت القمرون كتشوفوا وقف في ليدام، ملي كيكون تيتشحر على عافيه مجهده كيطلق كاع هذاك الماء اللي فيه وكتخليوه كيتشحر على عافيه مجهده، وانتم كتحركوا حتى كيوقف ليدام كتشوفوا مابقاش هذاك الماء. غادي نحيد هاد الكروفيت نديرو في زلافه نخوي في زلافه. في نفس المقله غادي نحتاج عندي هنايا قياس 300 حتى 350 غرام ديال الهبره ديال الحوت البيض، فاش خصني خدمت بالميرلون كتاخذوا غير الهبره منقيه بلا شوك بلا جلده بلا حتى شي حاجه. طبعا الحال نتوما كتخدموا باي نوع ديال الهبره ديال الحوت البيض توفر لكم. قطعت هاد الهبره ديال الميرلون على شكل قطع كبيره، كتقطعوها كبيره لان الميرلون كتذوب في الطياب فما تقطعوهاش قطع صغار بزاف. شويه ديال الزبده قياس واحد معلقه كبيره ديال الزبده وشويه من هاد الشرموله، وغادي نشحر هاد الهبره ديال الميرلون على عافيه حتى هي تكون مجهده مع التحراك حتى كتنشف من الماء ديالها. صلعن بي تشحرات الهبره ديال الحوت بهذا الشكل، ماشي مشكل الا تفرستات لكم، واخا ديروا الميرنا صحيحه الا تفرستات هانيه ما كاين حتى شي مشكل، لانه اصلا غادي يكونوا هاد المملحات دي ميني يعني صغار، يعني واخا تفرتت ماشي مشكل، تقدروا تخدموا بلومبرينات. لومبرينات واحد النوع ديال الحوت اللي الهبره ديالو ما كيدي منها ما كتدي منها العافيه حتى شي حاجه، كيبقى صين ولكن الميرلون كتجي بنينه. فغادي ناخذ هاد الهبره حتى هي نزيدها على هذاك الكروفيت اللي شحرت. الناس اللي غادي يطرحوا التساؤل ديال واش نقدروا نخدموا بالكفته ديال الحوت، بطبيعه الحال تقدروا تخدموا بالكفته ديال الهبره ديال الحوت ما كاين حتى شي مشكل، ماشي بالضروره طرف الحوت يكونوا باينين او لا كبار، لان كما قلت لكم هاد المملحات كيكونوا ديميني.
غادي تسولوني علاش الهبره ديال الحوت درت فيها الزبده والكروفيت شحرته بالزيت البلدي. غنقول لكم الهبره ديال الحوت وبالخصوص الحوت اللي كيكون طري وكيتفرس بزاف بحال الميرلون كيخصها شي حاجه اللي تحافظ على الهبره فتيه، فالزبده كتحافظ على الهبره ديال الحوت فتيه. داكشي علاش درت الزبده. بغيت ديروا الزيت البلدي تقدروا ديروها ماشي مشكل. حيدت الحوت زدتو في الزلافه على داك القمر اللي شحرت، وغادي ناخذ هذه المقله غادي ندير فيها داك الفقاع اولا لي شامبينيون اللي طحنت في الروبو. غادي نزيد عليه واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت البلديه. غادي نزيد داكشي اللي بقى ليا ديال الشرموله، وغادي نشحر هذا الفقاع على عافيه تكون مجهده حتى يوقف ليدام ديالو. صلاه النبي، تشحر الفقاع كتشوفوه وقف ليدام ديالو، كتكونوا كتشحروا فيه على عافيه مجهده راه كيطلق الماء، كتبقاو نتوما كتحركوا نتوما كتشحروا حتى كيوقف ليدام وكينشف. غادي نزيدوا على الخليط ديال القمرون والهبره ديال الميرنا. في هاد المرحله زدت قياس واحد 4 معالق صغيره ديال العجينه السودانيه. الاضافه ديال الحار كتبقى على حسب الذوق ديالكم، بغيتوه كتزيدوا القياس اللي بغيتو، ما بغيتوش تقدروا تستغناو عليه، غير هو الحار كيجي مع هاد الحشوه بنين، فانتوما كتحكموا في الحار. هنايا خلطت المكونات مزيان باش ينسجموا، وغادي ندير الخليط كله في صفايه ونخليه كيتسقطر فحال الشكل ديال الضغميره ديال البسطيله. هنا الحشوه تسقطرات من كاع داك الليدام اللي فيها، هذاك الليدام هو العصاره ديال هاد الحشوه كيجي بنين، هو هذا عزلته في هاد الزلافه. غادي نخدم به، كتعزلوه بوحدو كتخدموا به الحشوه كتكون مصفيه هي هذيك. درت هاد الليدام في هاد الزلافه وغادي نزيد عليه. عندي هنايا كميه ديال الزبده نوازيت، خديت الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز، ذوبتها وحمرت هذاك الحليب اللي فيها حتى ولات نوازيت. غادي نخلطها مع هاد الليدام هذا باش يعطيها بالاضافه للمذاق ديال الزبده نوازيت غادي يعطيها واحد اللون والنكهه ديال الشرموله اللي كتجي بنينه. وغادي ناخذ الورقه ديال الفيلو، المملحه ديال اليوم ان شاء الله غتكون بالفيلو عوض الورقه ديال البسطيله، بما انه بزاف منكم طلبوا مني الفيلو. كاين بزاف ديال الناس على برا ديال المغرب ما كتوفرش لهم الورقه ديال البسطيله. غادي ناخذ الورقه ديال الفيلو وغادي نبدا نفرتت فيها غير هكذا بشكل عشوائي. غادي نفرس عندي هنايا بوطه كامله ديال الورقه ديال الفيلو. نتوما بطبيعه الحال القياس ديال الورقه ديال الفيلو كديروه على حساب الحشوه اللي عندكم، عينيكم ميزانكم. الناس غادي يسولوني واش تصلاح الورقه ديال البسطيله نقدروا نخدموا بها في بلاصه الفيلو. تقدر تجي ولكن ما غاديش تجي مقرمشه 100% بحال الفيلو، غتجي مقرمشه واحد 70%. غادي ناخذ هذه الورقه اللي فرتتها نديرها في زلافه ونبقى غادي كنفرتت ورقه بورقه. كتاخذوا ورقه بورقه باش الوريقات كاملهم تيجي ورقاق. فرتت الورقه هكذا كي كتشوفوا رقيقه، وغادي نبدا نسقي فيها بهذا الخليط ديال الزبده نوازيت وليدام اللي طلقات لي الحشوه ديال الحوت. كيعطي واحد كما قلت لكم لون زوين ومذاق غزال، وانا كنبسبس فيها باش تشرب وتلبس الوريقات كاملهم يتلبسوا بهذا الليدام. ردوا البال، نسيت ما قلت لكمش ما تزيدوش الليدام كامله. فشخصيا درت تقريبا واحد 4-5 حتى 6 المعلقات كبار ديال هذا الليدام باش ما تهبطش لكم الورقه والدبال كاملها. وهنا غادي نجيب ليمون فاش غادي نصوب اولا نشكل هاد البسيطلات. بالنسبه للمول باش غادي نخدم ان شاء الله، فغادي يكون مول على شكل خميسات بهذا الشكل. لي مول تشريوهم سواء من عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات على شكل هكا خميسات، كيف ما يمكن لكم تشريوهم من عند القزادريه اللي كيصوبوا لي مول ديال الومنيوم اولا اينوكس على حسب الطلب ديالكم كيصوبوهم لكم، اولا تقدروا تاخذوا اي شكل من الشكيلات ديال لي مول اللي نتوما بغيتو. فشخصيا كنصوبهم على شكل خميسه كيجي المنظر ديالهم زوين. غادي نبدا ناخذ هاد لي مول هادو نحط قدامي ليدام ونبدا ناخذ بانسو وندهن في هاد ليمول، ندهنهم مزيان باش كيكون هاد البسيطلات كيطيبوا في الفران العجينه اللي كتكون مواليه للمول اولا من جهه المول حتى هي كتحمر، ماشي البسيطلات كاملهم كيتحمروا في الجهه اللي جهه المول كتبقى هكذا كبيضه. ف كدهنوا هاد ليمول هادو من الوسط. زوميت الكاميرا باش يبان لكم الطريقه باش غادي نخدم. فكتاخذوا المول من بعد ما اولا الاطار من بعد ما دهنتوه مزيان، وغادي تبداو كتفرشوا فيه الورقه ديال الفيلو اللي قطعتو.
كنحاول ان الا خدمتوا بحالي بهذه الخميسه كتحاولوا انكم تعمروا الفراغات ديال هاد الصبيعات هادو باش البسطيله كيجي الشكل ديالها على شكل خميسه كتجي مفينيه مقاده بهذا الشكل. بطنت القاع مزيان، غادي ندير شويه ديال اليدام اللي خلطت مع الزبده نوازيت باش كتجي هاد المملحه كي مقرمشه. كي كتجي مقرمشه من برا كتجي مقرمشه حتى من الداخل. غادي نجيب العماره طبيعه الحال، نتوما الحجم ديال هاد المملحه كتحكموا فيه، بغيتوهم صغار بحالي او لا متوسطين او لا كبار، فانتوما كتحكموا في الحجم ديال هاد الخميسات هادو. ناخذ العماره نديرها الوسط، وحاولوا انكم تعمروا مزيان باش فين ما عضيتو كتلقاو العماره، ماشي جهه فيها العماره وجهه فيها غير ورقه ديال الفيلو او الخاويه. نعمرها حتى مزيان، نضغط على الحشوه مزيان باش تاخذ مطعه او لا تاخذ بلاصتها في المول، وندير ورقه ديال الفيلو عاود كوش اخرى نغطي بها هاد العماره هادي باش نفيني الخميسه بهذا الشكل. غطيتها بالورقه ديال الفيلو، ضغطت عليها مزيان باش تاخذ الفورمه ديال الاطار، وغادي ندهنها بهذا الليدام هذا باش الورقه ديال الفيلو تجي مقرمشه ومقرمله ما تجيش لاويه. غادي نقلبها ندهنها حتى من التحت، كتشوفوا هاد الجهه هذه ناشفه خاصني حتى هي ندهنها. الخميسه كاملها كتجي مقرمشه بهذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الحشوه اللي عندي. شكلت البسيطلات ديال الخميسه بهذا الشكل، كيف ما قلت لكم كديروا الشكل اللي بغيتوا ديال الاطارات، بغيتوا ديروهم بسيطلات مدورين هذا الشيء كيرجع لكم. فمن بعد ما شكلتهم هكذا دهنتهم مزيان من التحت ومن الفوق من الوجه ديالهم، سبق لي رجعت الفران خليته كيسخن على درجه حراره 160 سيلسيوس. غادي نغطيهم، بما انه خدمت بهادو ديال الخميسه فغنغطيهم. الا درتوهم بسيطلات عاديين مدورين ما محتاجينش انكم تغطيوهم. الغطاء اللي غادي نغطيهم به لانه هذا عباره على اطار باش يبقاو شادين ومحافظين على الشكل ديالهم ديال الخميسه، غادي ندير هاد ورق الطهي وغادي نتقلهم باللاطه او اللاطه ديال الفران باش كيحافظوا على الشكل ديالهم، كيكونوا كيطيبوا ما كيتنفخوش ويديفورماو. غادي ندخل هاد البسيطلات اولا هاد الخميسات للرف الوسطاني ونخليهم كيطيبوا، كتعطيوهم الخطر حتى كيطيبوا مزيان مره مره، كتراقبوهم بطبيعه الحال وكتخليهم حتى كيطيبوا كيدخلهم الطياب كاملهم وكيتحمروا. الخميسات من بعد ما كيطيبوا كتاكدوا انهم دخلهم الطياب، تقدروا تحيدوا هذاك الورق ديال الطهي مع ديك اللاطه وتهبطوهم لتحت، تشعلوا عليهم شويه وتخليوهم كيتحمروا ياخذوا لون مذهب. فشخصيا من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران وهما سخان، كي كتخرجوهم من الفران كتبداو تحيدوا في هاد الاطارات هادو، الناس اللي غادي يخدموا بالاطار ديال الخميسه او لاي اطار كتبداو تحيدوا في الاطارات، والبسيطلات باقيين سخان ما تخليهمش حتى يبردوا. غادي ندوز دابا لمرحله التزيين. بالنسبه للتزيين فهي مساله اذواق، نتوما كتزينهم باش ما بغيتو، كيف ما يمكن لكم تخليهم هكذا سامبل كيجيو حلوين وزوينين وكلاس. فشخصيا فاش كنبغي نزينهم ما كنكثرش عليهم في الديكور، ما كنديرهمش هكذاك اوفا، كنخلي داك لو شارم اولا داك الجماليه ديال الخميسه كتبان. فكناخذهم كندهن ليهم هذوك الحافات ديالهم اولا الجناب ديالهم بشويه ديال الزبده نوازيت، كنلصق عليها شويه ديال الخضر المجففه والعشوب، كيكونوا خضر وعشوب مجففه ومخلطين مع بعضياتهم، وكنزينهم بشويه ديال الفروماج اللي سبق لي وقطعته على شكل خميسه بهذا الشكل. اي نوع من انواع الفروماج توفر عندكم، انا خدمت هنا بفروماج فومي كيتواتر المذاق ديالو مع الحشوه اللي تجيب النكهه ديال الحوت، فخديت فروماج فومي قطعته هكذا على شكل خميسات صغيورين. غادي نبقى ديما في الموضوع او في لو تيم ديال الخميسه، هو باش غادي نزين هاد الخميسات او هاد البسيطلات ديال الخميسه،
ومع شويه ديال القمرون اللي سبق ليا وشحرته، شويه ديال الزيت البلديه، الملحه، البزار، شويه ديال السودانيه، وشويه ديال الاعشاب مخلطين، وشويه ديال القزبر والمعدنوس. هو باش غادي نزين من التحت، ما غاديش نكثر بزاف تزيين، حاجتي بالشكل ديال الخميسه يبان عاطي العين، باش في الاخير كتحصلوا على ميني بسطلات الخميسه اولا بسطلات الخميسه، كيجي الشكل ديالهم راقي، كيحمق الشكل ديالهم، كيجي كيفتن هذاك الجماليه ديال الخميسه المغربيه، كتجي كيجيو كيحمقوا تتسربيهم في الطبله، كيعطي واحد الجماليه للطبلات ديالكم، شي حاجه اللي جديده، منظر وشكل جديد رائعين، واحد تقرميشه وواحد تكرميله كيجيو مشخشخين مخشخشين ديال بصح، وواحد تعليكه في ديك الحشوه من الداخل، واحد البنه، واحد المذاق مستحيل يدوقهم عندكم شي حد، ومستحيل تسربيهم شي حد وما يتصدم من المذاق ديالهم، وما يتصدم قبل من المذاق يتصدم بالشكل والجماليه والرونق ديال الخميسه اللي كيكونوا عليها هاد البسيطلات هادو. الناس اللي كتصوبوا لي كوموند نهار تصوبوا هاد البسيطلات هادو وتذوقوا كليانكم، غترحموا لي الوالدين، طلبات على هاد البسيطلات غيجيوكم كي الشتا بالشكل زوين ديالهم على شكل خميسه، وحتى المذاق والتعليكه ديال الحشوه من الداخل والبنه اللي كتجي فيها نهار تصوبوهم وتسربيهم في طبيلاتكم، غتدعيو معايا وغتشكروني، غوصلوني الالاف من التطبيقات على هاد المملحه متاكده مليون في المية. ما بقى نقول لكم صحه وراحه، الا عجبتكم الوصفه ديال بسيطلات الخميسه ما تخلوش عليا بلا لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر، نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. على بروشين، تشاو.